دارين وريما يحيى موجودين معنا اليوم. دارين اهلا وسهلا فيك ريما. بونجور. هاي ريما. انا بعرف انه ريما بتحكي كثير منيح مع انه عندها مشكله هاي. خلقيه. هاي كيفك؟ كيفي؟ شو اسمها المامي؟ امي. امي اسمها. شو حلوه هالكلمه منها. دارين ريما خلقت عمرها اليوم 6 سنين وعندها مشكلة بالجمجمة راسها. خلينا ناخد فكرة عن حالتها. وقتها اللي أنا كنت مستقيمة فيها هي ما كانت مبينة معي، يعني عملت صورة وعملت كل شيء ما بيّن شيء أبدا. وقتها اللي خلقت بينت هيك معنا وبلشنا نتابعها، حكيم الأطفال تابعولا وداني عند دكتور حكايم بأوتيل ديو. نعم. بلشنا بالعلاج من كان عمرها شي 9 شهور تقريبا، بطلت تاكل، صرنا على نبريج الاكل بالسيرين كنضغط، صرت اشتري حليب خاص يعني القنينه هي قد هيك صغيره كرتون، يعني كل 3 ايام بديك علبه فيها 24 قنينه. صرت تابعها لا صار عمرها هلا 5 سنين، عملت لها 4 عمليات قبل. اوه ايه عمليتين فتحنا من قدام ورجعنا فتحنا من ورا، بنشق هيك من الراس من الدينه للدينه مشروقه، نرجع ركبنا جهاز خارجي لقربنا الجبين لقدام شوي مع العينين لانه العينين كانوا كثير مجاورين لجوا كثير، وفي هون المنخار العظمي ما انا ظاهره ما انا موجوده من الاساس، وعندنا الفك الحنك كان كثير مجور لجوا بالجهاز. صرنا نقرب شوي شوي، ضل شي شهر و15 يوم تقريبا. ريما تعي شوي لعندي. ريما تعي شوفي حالك هون على الكاميرا. تعي يلا. هلا ريما بدها تقدم معي البرنامج، اوكي؟ تعطينا ميكرو لو سمحتي. شكرا. بتعرفي تحكي على الميكرو. شو بدك تقولي للناس؟ تقولي لهم انه عملتي كثير عمليات؟ ايه؟ وجعتي؟ كثير؟ وبعد بدها عملية كمان؟ بدها منو عملية، بدها كذا عملية. هلا أول شيء بدنا نجيب جهاز داخلي. هيدا بيدوب بعدين مشان يربش بين العظم. هون انا رخ ومي. نعم. هون مي ما في عظم، وينفر شوي هون العظمه ويقرب الجبين هيك شوي مشان الدماغ ما يضرب على شبكه العين مشان ما يصير. مين تكفل قبل بالعمليات وهلا؟ ما حدا. كيف كنتوا عم تدفعوا؟ كان جوزي قبل وقتها كان بالشغل كان مضمون، وصرت اسحب قروضه من البنوك وشوي شوي وسكر من هون شوي ومن هون شوي. هلا لا عم نقدر نسكر عمليه ولا عم نقدر نسكر. قد ايه بتكلف هالعمليه الجديده؟ يعني هلا تقريبا بالتكلفه 12,000. هلا الجهاز اسا ما بعرف لحتى اشوف الحكيم الثاني ل 14 الشهر ليقرر قد ايه سعر الجهاز. واذا ما عملت العمليه شو بيصير؟ يعني بنتي بينطفوا عيونها. ريما ما بتعود تقشع اذا ما انعمل هالعمليه اللي بتكلف 12,000. مشكله خلقيه ما لها ذنب فيها، يعني تعذبت كثير لهلا وبعد رح تتعذب اكثر، يعني فوق العذاب المعنوي والجسدي في عذاب كمان لتامين هالعلاج. ام عم بتشوف بنتها عم تدور حالتها قدامها. طبعا يعني اليوم الكل مسؤول. بدك تقولي لهم يتبرعوا وتتعمل عملية؟ قولي لهم، قولي لهم بدي أعمل عملية. بدي قولي ريما. زعلت لأنه عم تشوفك عم تبكي دارين. بدي أطلب من كل المشاهدين يتصل فينا ولو مثل ما بيقولوا بفلس الأرملة على الأرقام يلي عم تمرق عنا على الهواء. ريما بحاجة لألكم، حالات كتيرة عم نتفاجأ أنه عم نلاقيها بلبنان موجودة للأسف كتير من الحالات، ولو أنه وزارة الصحة أو ضمان الاجتماعي بيشتغلوا بشكل كتير كبير ولكن مش كافي. حالات كتيرة ما بيتكفلوا فيها، حالات كتيرة بيعتبروها كأنه كماليات. ما هيك دارين؟ هي مش كماليات. لا أنا رحت لوزارة الصحة ما ساعدتني. كتير دقيت بواب ما حدا ساعدني ابدا. انا جهاز كلفني 45,000 دولار ما حدا دفع معي 1,000 ابدا.
نحن ناطرينكم مشاهدينا، املنا كثير كبير فيكم. انا وألا عم نستقبل حالات كبيره كثير كثير اليوم، فعلا يعني بدنا نعيشها بكل ايجابيه، وبدنا نعيشها بكل امل وببسمه وبحب وبثقه بانه الكل رح بيساعد بعضه. اليوم بدك تعيطي له لألا، تقولي له ألا على صوت عالي عالي، ألا قولي له خليها تعيط له. هلو لا يا ألا، ريما عم بتعيط لك يا ألا، رح ننتقل لعندك. والله يشفيك يا رب. عم بسمع الله يشفيك يا رب. انا اكيد مثل ما قالت رانيا رح ناخذ كل الامور بطاقه ايجابيه، لانه هيدا نهار الاحد اليوم في كثير ايجابيه بمجرد انه نكون كلنا مع بعضنا بمكان واحد وعندنا نفس القضيه انه نساعد بعض. رانيا يعني كمان في حاله صعبه جدا، شاب عمره 19 سنة وقف نموه، عنده عدة أمراض زمنية، يمكن بعض الحالات عندها وزارة الصحة، هيدي الحالة ما عندها أي مساعدة من وزارة الصحة، وماسك بطاقة وزارة الشؤون فرجي يعني بس كشكل، لأنه ما عندهم أي يعني امتيازات فيها أو فيها يستعملوها لأي حاجات طبية أو اجتماعية. خلينا ننتقل مع حالة محمد يلي إجا لعنا، يلي عم بتدهور صحته يوم بعد يوم. حلمه لمحمد ان يرجع للمدرسة ويتجوز يوما ما، قال عم يضحك هلا. وامه يلي قالت لي انه حلمي انه اقدر طببه هلا، وهلا للاسف بلش ما بقى يقدر يمشي، يعني هالسنة بلشت حالته تدهور اكثر واكثر. شو ما نفهم منك؟ محمد كثير مريض، مريض من 2005 لحد الان هو مريض. كثير نحن بنتعب بفحوصاته، بنروح على جمعيات، بنروح اوقات في عالم بتصدني، اوقات في عالم بتساعدني، وزاره الصحه ما ساعدتني ابدا. نحن ابوه بيشتغل وبيحط له لمحمد، اوقات في عالم بتساعدني اوقات لا. هلا عنده كثير محمد فحوصات وعنده علاج دايم، ما بقدر انا اكفي لوحدي، بدي مين يساعدني. ومحمد هلا عمي شو بتتمنى تقول لكل الناس اللي حابين يقفوا حدك ويشعروا معك؟ لأن أكيد في كتير ناس هيتعاطفوا ليعطوك دعم تكمل حياتك وتحقق مستقبلك، ليش لا تتجوز وترجع للمدرسة وتروح على الجامعة. أنا بدي روح أرحك المدرسة دي صح وأمشي. عندي لعب كتير كتير ما فيني العب فيهم. محمد انت اليوم منك وحدك، صدقني بتقول لك هيك. وبعدين بتشوف انه انا عم بحكي شيء مزبوط، عم شوف ال خلينا نوقف، خلينا انا شاب نوقف انا وياك وقفه، ما في في وقف بس نوقف. انا حنهديك نحكي مع البي كمان، بدنا نشوفه يمشي قريبا. شو فينا نعمل؟ اقدر عم نحكي عنده مثلا كهرباء بالراس، قلت لي حاطي له جهاز. شو كمان عنده وتيرو بياخذ دواء الكهرباء وتيرو سكري، وعنده ادويه كثير بالشهر بكلفه. وما انا ما بدي شيء انه يقدر حدا يساعدني فيه، لانه ما قدرت اساعده. اوكي قلت لي في هلا صور او فحوصات لازم تنعمل حتكلف 5000 دولار صح؟ هلا طلبوا بالجامعه الامريكيه هيك، والدكتور حاولتنا على الدكتور بالشمال وفي تخطيط عضل، قال لهم ما بنعمل الا ببيروت، عندنا بالشمال ما في. ما حدا عارف له مزبوط تشخيصه شو حالته الصحيه؟ ابدا ما حدا عارف حالته مرضه ابدا. يعني حتى بدي اطلب اذا في مشاهدين من اطباء يعني عندهم فكره عن هذه الحالات النادره جدا، انه كمان يكون عندهم يلعبوا دور كثير كبير ويتبنوا هيك حاله، لانه ربما يلاقوا في تفصيل صغير ممكن تعطيه طاقه جديده وايجابيه في حالته الصحيه ويقدر يرجع يمشي، لانه عنده حلم حابب يعيش مثل غيره. يعني خلينا نريحوا شوي. وقت تشوفي حالك مش قادره تقدمي له شيء لابنك بنفس الوقت عم بتدهور صحته قدامك، شو بتحسي انت من جوا؟ انا بحترق كأم، انا ببكي كل ليل ونهار مش جينه، ما بعد فيني افوت على الغرفه لما بشوفه عم يبكي، لما بيقول لي انا اجري يا ماما ما فيني عم امشي، احمليني حمل او فوتيني على التواليت انا بحمله. كان شعور ما حدا بيصدق انه ولد مثل هالصبي بلبنان ينترك بلا حدا يعالجه ولا جمعيه تستقبله. الجمعيات بيقولوا لي نحن تابعونا بالضنيه، اسا جايين على طرابلس
بيقولوا لي هيك الجمعيات ما بيقدروا حدا يقبل فيه. انا بدي اطلق صرخه، هل معقول نحن ببلد شخص عنده حاله نادره وامراض مزمنه لا وزاره الصحه بتقدم له شيء ولا وزاره الشؤون ولا جمعيه عم تستقبله؟ انا الله يسامح الجمعيات اللي ربما صدوه بهذه الطريقه. هذا الشاب موجوع، قالت لي بالنهار 24 عنده وجع. قديش كم ساعه بيوجع بالنهار؟ عنده هلا طول الوقت، هلا عم يوجع وبيبكي طول الوقت، شهر تقريبا عم يبكي. وانا ماني قادره اخده على الحكيم، ماني قادره، عم بتضايق مصاري من العالم حتى حكمه. عم بتضايق. اذا فيكم تغيروا حالته ونقدم له بعض المساعدات. طبعا الرقم بعده على اسفل الشاشه. خلينا ننتقل لحاله ثانيه. محمد اليوم مش وحده، اليوم في كثير ناس. هلا بسال كاريتاس اليوم عنده اشياء صغيره حيقدموا له اياها اليوم، هلا باخذ حديث منه صغير. من بعد حاله ثانيه بدنا نشوفها مع المدام. مدام كمان اليوم جيتي وربيت النداء ونكون كلنا سوا مع بعض. فريق من اولادك تاع ما بده اوكي، جبت ولادك معك اليوم، قلت لي كمان ابنك عم بيعاني من شغله مهمه جدا، وحضرتك عندك سكري مكسور عليك اجارات المدخول بيت. جيب دواء، مش قدرانه تعالج ضل مستمر العلاج، حتى مثلا بيقولوا لي روحي انه العلاج مثلا كاريتاس او مستوصف شيء بسيط. طب انا ماما ادفع ترانسبور او ادفع هالشيء بسيط للحكيم، كرمال هيك انه بضل بهالبيت قاعده. حتى ابني الكبير يمكن ما بقى وديه على المدرسه، مش قدران ادفع اوتوكار المدرسه، يعني هالشيء بقوت الله. وبروتيز عينه لابني بدي غيرها، لانه الحكيم قايل لي كل سنك سنتين عم يكبر بده تتغير، مش قدراني حتى اخده. يعني شيء بسيط انه ترانسفور مش قدران يروحوا اشي من هال 10,000 حسيت حكيم مش قدران ادفع. لينا انت وين عايشه؟ فوق مالك نيست السيده. كيف عم تقدروا تقضوا حاجاتكم يعني انا شايفك هلا وانا كمان مش قادر اقول لك شو، ما بعرف شو بدي اقول لك. كتر خير الله انه كاريتاس عم تساعدنا، عم تكون حد، في ناس منيح عم يساعدوني، بس انه كيف بدهم يساعدها بدهم يساعدوني. ايش مش قدران ادفع اجار الباب، سيارة جوزي رايحة مش قدراني ظبطها، مش قدراني احكم الاولاد، مش قدراني اروح واجي قاعدة بهالبال، مش قدراني اشوف حكيم، مش قدراني اجيب دواي، لانه هلا عطيتني فحص الدم مش عارفين اعمله. شو بدي اعمل؟ حنساعدك نحن، عم تعمل كل فحوصاتك، تاخذي ابنك الصغير تعشوي، تاخذي ابنك الصغير تغيري له خاص مستحي. الام تي في رح تتبنى هلا، يعني المعد سيمون درغام قال الام تي في رح تتبنى كل الحاله اللي انت عم تقطعي فيها حاليا بالتفاصيل، الفحوصات، تغيير العين المصطنعه لابنك يلي طبعا صار معه حادثه سابقه، وبعض المساعدات لتبعتي ابنك على المدرسه ابنك الكبير، وحتى بكل التفاصيل قلتيها. هاي الدمعه اللي نزلتيها هيدا دمعه غالي كثير على قلوب كل اللبنانيين. عم تسمعي انت بدي اختنا، سمعتي؟ معلش مانك وحدك سمعتي؟ علا يعني معلش خلينا نحكي بطريقة. أنا بعرف علا، بعرف انه قلبك رقيق، وبعرف انه عم بت تقاوم هال هيك التاثر يلي عندك اياه. كلنا هيك على عم بكونا يعني، بس انا اللي بدي اقوله انه بدنا نحول كل هالدموع لدموع فرح اليوم. اشياء اوقات نفرح. عن جد يعني أمل أكيد. سهله انه تتطبق، بنقدر نعملها وننفذها بمساعده كل شخص عم يحضرنا وعم بيتصل فينا. بدي اشكر كل الناس اللي عم تتصل فينا. علا بدي اقول لك انه في عنا كثير اتصالات، مش بس من لبنان، من خارج لبنان ايضا، ناس عم تحضرنا بكل انحاء العالم، مشكورين كلهم مهتمين. ولكن بدنا نحن نكمل بهالحلقه لاخر نهارنا ويكون عنا عن جد هالمحصول يلي بدنا نفتخر فيه باخر الحلقه. نحن نعم 10,000 نعم لمين؟ 10,000 دولار من شخص مش حابب يقول اسمه، نحن او كاريتاس بيتصرف فيها لحتى يساعد كل الحالات اللي عم تمرق معنا، والحالات اللي ما عم تمرق معنا كمان على الهوا، لانه نحن بنعرف انه في كثير ناس ما بحبوا انه يطلعوا ويحكوا عن حالتهم. نحن بنحترم وبنقدر، ولكن العطاء هو نفسه لكل الناس. انا رح انتقل هلا لتوني. اهلا وسهلا فيك انطون، انت من دير الاحمر، اليوم جيت لعنا على هالمركز، مركز كاريتاس، لحتى تخبرنا عن حالتك. طبعا مثل ما عم نشوف اليوم ما بقى قادر تمشي، شو السبب؟ السبب صار معي انه
تزييف بدوتة الظهر. نعم. وعملت لي حالة شلل وجينا على المستشفى ماشي رجعنا على الكرسي. برمنا هون تحكمنا وما في لنا عملية. إذا في حدا بيتبني لنا حالتنا برا عملية كذا. من كم سنة صار هالشي؟ شي 3 سنين ونص تقريباً. شو يعني اللي صار تحديدا؟ شو هالمرض يلي اصاب دودة الظهر؟ صار معي نزيف بالدودة. نعم. وشو شليت والحالة صارت حالة سموا ليها كفر نوما. اليوم العملية بتقدر ترجع توقفك على اجريك؟ هون بلبنان قالوا لي صعبي، بدي اشوف برا اذا حدا بيتبني لنا العملية لبرا. نعم. اليوم ما في حدا عم بيقدر يساعدك بالعيلة؟ بعرف انه حضرتك عايش مع والدتك، يعني كيف كان الوضع قبل وكيف صار اليوم؟ تون يعطينا هيك كتر خير الله ماشي الحال. انا واختي وخيي بالبيت وامي ماشي الحال. قد ايه عمرها امك؟ نعم. قد ايه عمرها امك؟ 80. واليوم يعني ما عم تقدروا تكفوا يمكن حتى أنجأ هيك بحالكم بمعيشتكم، يعني اليوم الطلب هو طلبين، طلب يتجهز البيت لأنه نحن بنعرف أنه الأشخاص يلي على الكرسي المدولب ما بيقدروا يعيشوا بمكان عادي، يعني بدهم مكان مجهز لحتى يقدروا يتنقلوا لحتى يقدروا يقوموا ب حتى الحاجات الأساسية يعني. صح. للإنسان. وايضا الطلب الثاني هو طلب العمليه او العلاج يلي مبدئيا هو موجود بالخارج مش بلبنان. طبعا بنناشد الكل، كل الاشخاص حتى كمان الوزاره او كل شخص عم يحضر اليوم بيقدر يقدم اي مساعده انه يتصل فينا على الارقام يلي عم تمرق على الشاشه للمساعده. اخر كلمه هيك توني قبل ما نختم. اخر كلمه انه التجهيز مع وسيلة تنقل تكون مريحة لإلي، وإذا في أي شيء يعني علاج. ونتشكركم كلكم، ونتشكر كل اللي بدهم يساعدوا. نعم. يعني واضح إنه ما عم بيقدر يحكي كتير توني من شدة التأثر، حسيتك وفهمين عليك وحاسين فيك عن جد. يعني أكيد كل الناس اليوم اللي عم يحضرونا عم بتشوفوا أرقام تليفونات اللي عم تمرق معنا على الشاشة، ويب سايت كاريتاس، صفحات كاريتاس عبر السوشيال ميديا فيسبوك إنستغرام تويتر، وأيضا ويب سايت كاريتاس. نحن جاهزين لكل طلباتكم وأيضا لكل مساعدتكم. بريك ومتابعة.